حالي في السنة، و90% بيكون عبارة عن التهاب ثاني، و10% التهاب كلي وحويضة. غالبا بيكون بشكل إفرادي 75%، و25% بيكون بشكل ناكز، و2% منه بيكون مختلط بأسباب أخرى. طبعا مثل ما بنعرف غالب النساء أو أكثر من نصف النساء يصبن في خلال حياتهن بنوع أو أحد أنواع التهاب السبيل البولي، وبالنسبة للنساء يكون عندهم زيادة في الريسك للإصابة بعد سن الضهي، وبيكون 20-40% منه ناكس، وغالبا بيكون نقص في الإنتانات أكثر من إعادة إصابة بإنتان جديد عند الذكور، وخاصة في منتصف العمر هو نادر، وغالبا ناجم عن تداخل الجهاز البولي كقاسطرة أو وسائل الاستقصاءات البولية الأخرى كالتنظير أو العمليات البولية. طبعا القسطرة البولية مثل ما حكينا في أول درس عن القسطرة البولية تزيد نسبة حدوث الإنتان البولي بعشر أضعاف، فغالب الناس اللي عندهم قسطرة بولية مقبولين في المشافي فهم عندهم يعني أحد أنواع الإنتان الجهاز البولي. بالنسبة لالتهاب الكلية والحيضة غالبا يصيب المرضى اللي عندهم قسطرة لمدة أكثر من شهر. طبعا بالنسبة للأطفال الولدان والأطفال الصغار الذكور أكثر من الناس، السبب الرئيسي هو تأخر في الختان أو عدم الختان. لو كان الطفل يعني عنده ختان فممكن تكون نسبة متساوية، وربما الإناث أكثر من الذكور. بالنسبة للكبار أو في سن النشاط نعتبره النشاط التناسلي فعند الإناث أكثر، وفي الأعمار الكبيرة يتساوى الطرفان. طبعا الأسباب عند الإناث هو قصر طول الإحليل وليس الحالب، مكتوب خطأ. طبعا في سياق الممارسة الجنسية ممكن يكون أحد الأسباب هو تعشيش المستعمرات الجرثومية في المثانة أو نتيجة استخدام بويضات قاتلات النطاق بتغير الفلورا الطبيعية في المهبل. طبعا عندما يصاب الذكور أقل من عمر 50 فغالبا في عندي إنتان في البروستات، أو في عندي خلل تشريحي، أو مثل ما حكينا عدم الختان، أو المريض مصاب يعني يمارس أحد أنواع الشذوذات الجنسية. تصنيف الإنتانات البولية تصنف حسب الموقع، إنتان سبيل بولي علوي أو إنتان سبيل بولي سفلي. طبعا المثال هو التهاب كلية وحيضة كعلوي، أو بيلة جرثومية لا عرضية أو التهاب مثاني كطريق بولي سفلي. الأعراض إما عرضي أو غير عرضي. النقص يعني غالبا هو بيكون مفرد إذا كان أقل من مرة خلال 6 شهور، وبيكون ناكس إذا كان أكثر من إنتان واحد خلال 6 شهور، وبيكون إما بوجود عوامل أخرى مختلط بعوامل أخرى غير مختلطة أو مختلط كوجود تشوهات تشريحية أو وجود حصيات أو أورام أو ما شابه. الأنماط يقسم السفلي إلى التهاب إحليل أو مثاني أو بروستات، العلوي التهاب كلية وحيضة أو وجود خراجات كلية أو حول الكلية. طبعا مثل ما نعرف أنه موضوع الإصابة بالإنتان يتعلق بفوات الجرثوم والعوامل عند المستضيف، فهذا بيحدد الباثوفيزيولوجي
بين الدفاعات المستضيف أو المريض وفوعة الجرثوم الموجود. فإذا تغلبت فوعة الجرثوم يحدث الانتان، وإذا تغلبت عوامل المضيف، عوامل الدفاع عند المضيف، لا يحدث الانتان. العوامل المؤثرة عند أو الوقائية لإنتان جهاز بولي عند المضيف: وجود الفلاشينج ميكانيزم أثناء التبول، القصد أنه عملية الشطف اللي بتحدث أو التنظيف الميكانيكي من تدفق التيار البولي أثناء التبويل يطرد الجراثيم خارج الجسم. وجود حموضة البول يكون حمضي بين 4.6 حتى 6، وله دور مضاد للبكتيريا. بس بيطلع لي إنه في ناس منتظرين، يا ريت يعني. يا دكتور عباب أنا. إيه تمام. طبعا أيضا الحموضة تبع المهبل تكون لها دور مثبط لنمو المستعمرات. وجود بروتين تام هرستفول أيضا ممكن يثبط الإصابة بالإشيشيا كولاي. ووجود عامل كيميائي أخرى كالإنترلوكين 8. الأشياء اللي مثبطة أو مسهلة للإصابة في البيل الجرثومية هو وجود بقاء ريزيدوال بلادر يورين افتر فويدينج، وجود ثمانية بولية متبقية في المثانة بعد التبويل. نحن اتفقنا سابقا أنه المريض أو الإنسان الطبيعي بعد التبول لا يوجد ثمانية بولية. وجود ثمانية بولية هي تعني الركود البولية، ووجود بول غير متدفق في المثانة أو في أي جزء من الجهاز البولي يساهم في الإصابة في الإنتان البولي أو نمو الجراثيم. تدفق البول المضطرب، تدفق البول المضطرب كتضيقات الإحليل أيضا يساهم في وجود البيلة الجرثومية والإصابة بالإنتان. وجود الفورم باطي هو وجود أجسام غريبة كالفصيات أو الأجسام القساطر، تعتبر جسم غريب داخل الجهاز المفرط فتسبب الإنتان. طبعا وجود ضمور بالمخاطيط المهبل وخاصة بعد سن الظهي تساهم في نمو الجراثيم. وجود جذر المثاني الحالبي فيزيكو يوريترال ريفلكس أيضا تساهم في صعود الجراثيم من المثانة إلى الكلية. طبعا الأشياء التي تسيء للإنذار الانتانات البولية هو التهاب كلي وحويضة في سن الطفولة، ويكون له دور مؤذي جدا على حيوية البرانشيم الكلوي. فأي إصابة بالتهاب كلي وحويضة عند الأطفال يسبب ندبة في القشر الكلوي نسميها سكار، نفسها هي الندبة، هو تموت جزء من البرانشيم الكلوي نتيجة الإنتان، ويحدث تناقص بعدد النفرونات. وأي سكار بيتطور عند الأطفال أو حتى عند الكبار يعتبر غير عكوس أو غير ردود. لذلك مهمة جدا بالنسبة لنا الوقاية من الإنتان البولي، وخاصة في سن النمو، لتجنب تدهور وظيفة الكلية والدخول بالقصور الكلوي مبكر. أيضا عند مرضى السكري يحدث الديابيتيك نيفروباثي، اعتلال الكلية السكري نتيجة إصابة الأوعية الدقيقة، ويساهم نقص المناعة بتطور الإنتانات الشديدة عند مرضى السكر. كما راح نشوف مثل التهاب الكلية والحويضة النفاخي أو التهاب الكلية والحويضة الحبيبي الأصفر، غالبا يكون عند المرضى السكري. ارتفاع الضغط الخبيث نتيجه حدوث التندوبات في الكليه الاسكار اللي مؤثره على تنظيم ضغط الدم.
وأخيرا الكرونيك بايلونيفرايتس القصور الكلوي المزمن نتيجة التهاب كلي وحيضة المزمن يتسبب بقصور كلوي عندما يكون ثنائي الطرف مع ارتفاع ضغط مع تدهور حياة المريض. طبعا في عندنا عوامل تسبب الفوعة الجرثومية في الانتان البولي هو وجود بعض السلاسل الشريشيا كولاي التي تفرز الانتيجين او بيكون في نسبة عالية من الإصابة. أيضا وجود الكابسولار انتيجين في الشريشيا كولاي يساعد في شدة الإصابة السريرية ووجود الأهداب في فيمبريا يزيد التصاق الشريشيا كولاي بطانة الجهاز البولي. مثل ما حكينا الجراثيم لها دور في الصعود عبر الحالب بعكس تدفق البول بسبب وجود الأهداب أو وجود الريفلكس من المثانة إلى الكلية. طبعا لبعض الجراثيم أيضا القدرة على شطر اليوريا إلى أمونيوم وتقلون البول وتسبب الحصيات تشكل الحصيات بنفس الوقت حين تشكل الحصيات يحدث الانسداد وتعتبر الحصيات هي ملجأ أو مركز لتكاثر الجراثيم ومقاومتها على المقاومة للتخلص من الجراثيم وجود جسم أجنبي كالحصيات. ايضا الاندوتوكسين ينقص من حركه من الحركات الحيويه للحالب واللي هو ايضا في الانابيب الكلويه ويسرع الغزو للبرانشيم الكلوي. ايضا الايروباكتين يساهم في زياده تضاعف الجراثيم الشريشيا كولاي. هاي الطرق اللي ممكن يعبر فيها الانتان البولي. الاشياء هو الطريق الصاعد من الاحليل باتجاه المثانه ومن المثانه باتجاه الحالب في الكليه وهو اشع طريق غالبا تكون الجراثيم المعويه كالشريشيا كولاي بروتوس والانتيروباكتر هي اشاعه للاصابه عن طريق الصاعد بينما الطريق الدموي الهيماتوجينوس انفكشن بيكون اشع الجراثيم هو ستافيلوكوكس اقل ايكولاي. مثل ما حكينا الاسندنج روت موست كومن هو الاشع الطريق الصاعد حيث تتكاثر المستعمرات في الاحليل ونسيج حول الإحليل بشكل مبدئي ويكون عند الإناث أكثر من الذكور لقصر طول الإحليل وتستطيع الجراثيم الدخول إلى المثانة بسهولة أثناء التبول والمنطقة القريبة من العجان تكون مليئة بالمستعمرات الجرثومية وحينما تدخل الجراثيم إلى المثانة تبدأ بالتضاعف والتكاثر والعبور باتجاه الحوالب وخاصة إذا وجود جذر مثاني حالبي. فنحن أثناء العلاج راح يجي في درس الجذر المثاني حالبي كثير مهم بالنسبة لنا ضبط الإنتان رقم واحد ضبط الإنتان لأنه أكثر الأذى الذي يتسبب به الجذر المثاني الحالبي هو بسبب وجود إنتان عند الأطفال يسبب تندب كلوي وخسارة جزء من وظيفة الكلية وربما تدمير الكلية بشكل كامل نتيجة وجود الندبات في القشرة الكلوي. طبعا الانتان المشافي غالبا يترافق مع التداخل على الجهاز البولي السفلي كالقصاطر أو التنظير البولي فهو بيكون أشيع لوجود القصاطر. طبعا أشيع السبب هو القصاطر لأنه المرضى لو كان بولي أو غير بولي ممكن يتركب له قسطرة ككبار السن ومرضى العنايات المشددة
مرضى الجراحات الكبرى ووجود القسطرة لفترة أكثر من الحاجة يساهم في حدوث الإنتان البولي. طبعا بالنسبة للطريقة اللي يأتي عن طريق الدم الإنتان البولي أو الجراثيم التي تأتي عن طريق الدموي فغالبا أقل من الطريق الصاعد مثل ما حكينا، ومكان الأشعة هو الكلية التي تشكل تكون سبب شائع لحدوث الخراجات الكلوية، بتكون الستافيلوكوكس إيريوس العنقوديات المذهبة. طبعا وبشكل أقل المبيضات البيض عند مرضى مثبطين مناعة، أو بشكل نادر وجود الجراثيم سلبية الجرام مثل الإيكولاي. سلبية الجرام أو المعويات نادرا ما يكون طريق الدموي، إذا يكون طريق الصاعد. طبعا أيضا من أحد الجراثيم سالمونيلا تيفويد أو الميكوباكتيريوم تيبركولوزيس بيكون سبب شائع بالنسبة لعصيات السد الطريق الدموي، والإصابة المبدئية إما تكون في الكلية أو في الجهاز التناسلي كالبربخ. طبعا نرجع على موضوع عوامل الخطورة اللي تسبب حدوث الإصابة في الإنتان البولي، هو نقص الأغشية، مقاومة الأغشية المخاطية وخاصة تحدث بعد سن الضحي أو بسبب حدوث الجماع أو الاتصال الجنسي، نقل العدوى عن طريق الشريك الجنسي، اضطراب وظيفة التبول disturbance in urethral function، اضطراب وظيفة التبول ووظيفة الحالب أيضا فبحدوث الريفلكس، وخاصة عند الأطفال يحدث الريفلكس من المثانة باتجاه الحالب والكلية. طبعا هبوط الرحم أحد الأسباب، أنه بصير قريب جدا الأحليل من بطن المهبل. وأيضا مرضى السكري ديابيتس هو مضعف المناعة، أو أي أمراض مضعفة المناعة كتناول الكورتيكوستيرويد أو بعض الأدوية مثبطة المناعة تساهم في زيادة الريسك لحدوث إنتان بولي. طبعا من الأمراض الشائعة اللي تسبب الإنتان البولي، في الدراسة الماضية تكلمنا عن البي بي اتش، ضخامة البروستات الحميد تسبب الإنتان البولي. وأحد أسباب الإصابات الجراحية لإصابة البروستات هو تكرر الإنتان البولي. طبعا مثل ما حكينا قبل قليل، أي مرض مضعف المناعة يؤثر على أو أمراض مخلة في تفريغ المثانة، تسبب بخلل في تفريغ المثانة كحالة المثانة العصبية نيروجينيك بلادر، أو إصابات العمود الفقري أو النخاع الشوكي سبانيال كورد إنجري، يؤدي إلى اضطرابات في التبول وإفراغ المثانة أو إدخال القساطة يساهم في حدوث الإنتان البولي. وجود الحصيات، وجود القساطر أو التداخلات أو جراحات الجهاز البولي وزراعة الكلية رينال ترانسبلانتيشن قد تكون أحد مسببات أو المؤهبات لحدوث الإنتان البولي. طبعا أشكال الإنتان البولي urinary tract infection cystitis ممكن يكون له أعراض وصفية، أعراض وعلامات وصفية. أهم هي الأعراض التخريشية اللي تضمن تعدد البيلات في الفريكوينسي أو السوبرابيك بين الألم فوق العانة، والحرقة أثناء التبول burning micturition أو dysuria، ممكن يترافق مع هيماتوريا
أو الكلاود يورين هو البول الغيمي أو العكر. البايلونيفريتس بترافق مع حرارة عالية، مع رؤات، مع ألم خاصرة، غالبا مترافق مع أعراض هضمية كالغثيان والأقياء، وممكن يترافق مع أعراض التهاب مثاني أعراض تخريشية. اليوروسيبسيس هو حرارة وعروقات مع حالة صدمة ناجمة عن انتان الجهاز البولي الذي ينتشر باتجاه الدوران الدموي، يتحول من انتان بولي حاد إلى حالة سبتيسيميا. وأشع مثل حكينا عنه هو عند مرضى التهاب بروستات حاد مضاد اصطباب، وخاصة الذي يحدث عندهم احتباس بولي، مضاد اصطباب القصر البولي ومضاد اصطباب مساج البروستات. يفضل تحويل البول عن طريق قصرة فوق العانة. التهاب الأحليل عادة بيكون حاد، هو عسر تبول حادة مع تعدد بيدات، وممكن يكون ناجم عن جراثيم منتقلة عبر الجذع sexual transmitted disease. فلازم يكون دائما مخيلتنا خاصة في سن النشاط التناسلي عند الشباب توقع وجود هذه الأمراض. غالبا ما عندي بيدة دموية ولا ألم فوق العانة، لكن بيكون في قصة شريك جنسي جديد، أو عند الإناث وجود التهاب في عنق الرحم. طبعا تكون مفرزات يعني هي دليل على يعني وجود الالتهاب الأحليل، مفرزات غزيرة غالبا، ونوع المفرزات يحدد إذا كان هو سيلاني أو غير سيلاني. التهاب المثاني مثل ما حكينا الأعراض التخريشية كالفريكونسي والديسيوريا والإرجنسي والسوبرابيكبين. طبعا البول بيكون غيمي وذو رائحة كريهة لكن غير نوعية، ووجود بيلة قيحية في فحص البول. غالبا بيكون عند كريات البيض شديد، وقد يتسبب أيضا في بيلة دموية. طبعا عدد كريات البيض لما يكون أكثر من 5 كريات في الساحة عند الذكور مع أعراض فبيكون مشخص لالتهاب المثاني، بينما عند الإناث أكثر من 10 كريات في الساحة. التهاب المثاني هو التهاب يصيب فقط المثاني، والأعراض الغالبة هي أعراض تخريشية بدون وجود حرارة ووجود بيلة قيحية في البول. طبعا كاختلاط لالتهاب المثاني ممكن يتسبب بأكيوت بايلونيفرايتس، التهاب كلي وحويضة حينما تصعد الجراثيم من المثاني إلى الكلية. لذلك نحن لو كان في عنا التهاب مثاني حاد بسيط يفضل العلاج حتى ما يختلط بشيء أكبر منه، هو التهاب الكلي والحويضة الحاد. التهاب الكلي وحويضة حاد يتسم بالحرارة والعروقات، أعراض هضمية، غالبا بتكون أقياء وغثيان أكثر من إسهال، ممكن يترافق مع تسرع نبض وألم بالزاوية الضلعية الفقرية وألم عميق في الزاوية مع ارتفاع كريات بيض، وتكون العدلات مرتفعة أكثر من 70%، إضافة وجود بيلة قيحية واضحة مع وجود أسطوانات من الكريات البيضاء، بالإضافة ممكن يترافق مع بيلة دموية، وعلامات قد تكون ليوروسيبسيس أو سبتيسيميا مع حالة صدمة إذا كان تم إهمال حالة المريض. غالبا تكون أسوأ من حالة التهاب المثاني، التهاب المثاني مجرد إزعاج وأعراض تخريشية، بينما هنا حالة عامة سيئة. اختلاطات التهاب الكلى والحويضة الحاد، السبسيس مثل ما حكينا هو أشع اختلاط، واختلاط سيء وقد يكون مميت السبتيسيميا،
البابيلاري نكروزس بنفقد جزء من وظيفة الكلية بتأخر الحليمات الكلوية، الأبسيس الخراج، انسداد الحالب نتيجة القيح أو وجود حصيات أو وجود انسداد بسبب الحليمات المتنخرة، نقص وظيفة الكلوية نتيجة السكارينج أو الندبات. طبعا عند الحوامل سبب رئيسي لحدوث الولادة المبكرة أو حالة الإجهاض، بترتفع جدا عند الحوامل حينما يحدث التهاب كلوي وحويضة. لذلك عند الحوامل نرجع دائما بنشير للأشياء السريرية اللي بنحكي عنها بشكل دائم، وننبه زملائكم يعني مريضة حامل كان عندها بيلة جرثومية لا عرضية، سمعتوا فيها؟ إذا كان مريضة حامل عندها بيلة جرثومية لا عرضية، هل نعالج أم لا نعالج؟ لا نعالج، ما نركبها دي جي. لماذا؟ مشان ما ينتقل أنت. مريضة حامل عندها إنتان بولي، عندها جراثيم في البول لكن دون أعراض. السؤال، مريضة عشان حامل ما ينتقل الإنتان للكلية يعني حكيم بالديجي. تمام، بنعالج لما بنعالج؟ ما بنعالج حكيم. إذا ما عالجنا راح ينتقل الالتهاب. يعني قصدي ما مركب دي جي أنا، مو ما بنعالج. ما حكيت أنا على الدي جي، أنا أقول بنعالج الالتهاب البيلة الجرثومية العرضية. عندي مريضة عملت لها تحليل روتيني في زيارة عالية، جاي تتفقد حالة مريضة حامل، تمام؟ مريضة حامل ما بتشكي من أي شيء، جاي تتفقد حامل 3 شهور أو 4 شهور، جاي تتفقد الجنين بسبب عشوائي، وأنت عملت لها تحليل بول طلع عندك جراثيم في البول، تعالج أم لا؟ ايه بهي الحاله حكيم منال الحق ممكن نعطي صادات، ممكن الا لازم نعطي، لازم نعطي سبرو مثلا. او ما حكيت أو على نوع الدواء، قاعدين نحكي على نوع الادويه، نعالج ام لا ولماذا؟ السؤال، مريضه اجت حامل 3 شهور او 4 شهور او اي شهر اثناء الحمل، مريضه حامل عند في تحليل بول انت عملت لها خضاب، طلع خضابة طبيعية، طمن إنه ما عنده فقر دم، وعملت تحليل بول، بتحليل بول في عندها جراثيم لكن لا بتشكل، ما بتشكل مريضة لا من حرقة ولا وجع ولا حرارة، نعالج أم لا ولماذا؟ مشان ما ينتقل، نعالج حكيم مشان ما ينتقل الإنتان الحويضة ويصير ولادة مبكرة أو إجهاض. نعم هذا السؤال وهذا الجواب يعني، لكن للأسف يعني في زملائكم يعني أو زميلاتكم خاصة يعني شايفين عندنا كثير على الزميلات فيما يخص النسائية والحمل والولادة، كثير منهم اللي رسبوا في امتحان التخرج قالوا لا نعالج لأنه الأدوية تؤذي الجنين أو تؤذي الحامل أو تؤذي الحمل. فنحن هون يعني واضح في سياق كلام المحاضرة أنه كل مرضى الحوامل in pregnancy increase the incidence of preterm labor، تمام؟ يعني عند الحوامل وجود أي انتان بولي أو بسموها asymptomatic bacteriuria لازم تتعالج حتى لو كانت غير عرضية لأنه تسبب الولادة المبكرة أو حالة الإجهاض، تمام؟ لو كانت المريضة أجت دون شكاية فالمفروض بأحد الزيارات الروتينية لمريضة حامل تفتش عن البيلة الجرثومية، لأن قد تكون العرضية قد تكون أحد أسباب الإجهاض المتكرر. فهي نحن هون نرجع بنحكي، إذا بتذكروا في المحاضرة حكينا عن موضوع المحاكمة والحكمة الطبية اللي لازم تستخدمها، واللي نحن عادة لما بنقيم طبيب بنقيمه في المحاكمة تبعه، بيعرف يعني يتوجه ويتعامل مع مريض حقيقي. التشخيص الإنتان البولي طبعا قصة سرية بنرجع بنحكيها عن موضوع قصة سرية جدا مهم، والفحص السريري أيضا مهم، وقصة المريض السابقة من قصة مرضية أو قصة جراحية، قصة مرضية متأكد على وجود أي أدوية أو أمراض ك
سكري أو أدوية تنقص المناعة أو جراحات على الجهاز البولي سابقاً أو قصة حصيات، فكلها هي تساهم في تفسير وجود الإنتان البولي. طبعاً الأشياء المخبرية أو الإجراءات المخبرية هو تحليل البول، مثل ما حكينا تحليل البول هو يعني مثل السلام عليكم بالنسبة لنا في الجراحة البولية، فلازم تعرف تقرأ كمان تحليل البول. طبعاً تحليل في الديبستيك في شرائط الغمس وتحت المجهر، في عندي بيلة قيحية أو بيلة وجود كريات بيض في تحليل البول ووجود جراثيم. طبعا الزرع اليورين كلتشر اند سنسيتيفيتي مهم جدا، لانه بيعطيني نوع الجرثوم ونوع الانتيبيوتيك اللي ممكن يكون فعال ضد هاي الجراثيم، وخاصه انتشرت بشده في هذا الوقت المقاومه للجراثيم بسبب الاستخدام العشوائي للصادات الحيويه. كثير مهم جدا نركز على موضوع الاستخدام العشوائي واستخدام غير صحيح للصادات ممكن يسبب المقاومة الجرثومية. طبعا احنا تشخيص حالة التهاب مثاني غير مختلط حاد عند النساء يعتمد على القصة والفحص السريري وتحليل البول فقط، ولا داعي لإجراء زرع جرثومي إذا أنا عندي المريضة بصحة جيدة غير حامل. طبعا هون عم نحكي ومجرد التهاب مثاني حاد لكن غير مختلط، فتكفي القصة السريرية والفحص السريري وإجراء تحليل البول لوحده لتشخيص الحالة وأعطاء المعالجة الصحيحة. التشخيص طبعا مثل ما حكينا تحليل البول يكون في عندي البيوريا أو النيتريت بوزيتيف لجراثيم المنتجة لليورياز كالبروتوس، ومثل ما حكينا مخبريا وجود كريات بيض أكثر من 5 في الساحة مع أعراض عند النساء المتزوجات أو في سن نشاط تناسلي أكثر من 10. طبعا بالنسبة لجمع عينات البول عند البالغين تعتبر عينة الميد ستريم يورين عينة منتصف التبول هي العينة المثالية عند البالغين لإجراء تحليل البول، تحليل البول العادي. لكن من أجل الزرع الجرثومي العينة المثالية هي رشافة فوق العانة، لكن لا نجريها بشكل روتيني إلا في استفادات محددة. طبعا الأشياء اللي تأخذ من كيس جمع البول ما نعتبرها صالحة للزرع الجرثومي لأنه غالبا هي عينات ملوثة. طبعا مثل ما حكينا اللي أكثر معيارية أو موثوقية هي عينة الرشف فوق العانة، لكن لا نجرب بشكل روتيني. وعادة الفحص لازم يجرى، البول لازم يكون في المثانة ما يقارب الأربع ساعات، لازم المريض يكون يشعر بنوع من حبس البول حتى نجري التحليل. إذا كان البول موجود لذلك يفضل عند إجراء تحليل البول الصباحي لبقائه في المثانة أكثر من 4 ساعات. لما بيكون المريض عنده الفريكوينسي والمدة الزمنية أقل من 4 ساعات فغالبا ممكن يعطينا false negative findings، هو بيعطينا نتيجة سلبية غير حقيقية أو مزيفة نتيجة عدم احتواء على كمية صحيحة من الجراثيم. طبعا هاي عينات للزرع الجرثومي بعد 24 ساعة بدرجة حرارة 37. النوعي أو المشخص هو 10^5 النوعي أو ما هو أكثر من ذلك. 10^3 يعني الألف هو غير نوعي إلا إذا كانت الرشافة من فوق العانة، فأي جراثيم من الرشافة فوق العانة تعتبر مشخصة، بينما عينة منتصف التبول هاي القيم هي 100,000 تكون مشخصة، أقل من 100,000 إذا في أعراض شديدة ممكن تكون مشخصة، 10,000 ما دون غالبا تلوث عينة. طبعا بالنسبة للتشخيص مثل ما حكينا هو في وجود 10^5 من المستعمرات في الملي لتر،
هذا هو التشخيص المعياري طبعا، لكن ممكن نحن نخسر هون 50% من الحالات اللي ممكن يكون فيها انتان بولي، مثل ما حكينا بين 10 أس 3 إلى 10 أس 4 ممكن نقبل إذا كان المريض عرضي أقل من 10 أس 3 يعتبر سلبي أو تلوث عينة. طبعا في كثير حالات بيكون في عندي نمو أكثر من نوع، فغالبا بيكون في عندي يعني أحد الأنواع اللي تنمو هي contamination يعني تلوث عينة، ولازم نحن نصنف الحساسية الدوائية في الزرع الجرثومي مفصلة حسب المريض. يعني للأسف في بلدنا تبعث للمخبر، إذا بتبعث له بتكتب له حامل أو تكتب له طفل أو بتكتب له أي شيء، فهو عنده مثلاً 10 أنواع من الصادات، فرح يحط لك 10 أنواع بغض النظر إذا كتبت له إنتان صدري ولا إنتان بولي ولا أي إنتان. وللأسف يعني معظم المخابر هاي بيسألوه اللي درسكن أو درسكن جراثيم، يعني الطبيب اللي درسكن جراثيم بيسألوه ليش إنه نحن بنحط دائماً في الجهاز البولي ولا في الجلد ولا في الدم ولا في القشع، كلها بنفتش نحن على بنفس الطريقة بنفس الأدوية بنفس الأعمار. فهو طبعا هو خطأ شائع، بعض الأدوية مثلا ما لها اختراق للجهاز البولي أو ما لها امتصاص حتى للجهاز البولي يعني أو العكس يعني، أو لا تعطى في أعمار محددة، فتلاقي نفس وغالبا بيكون المخبري هو اللي بيشتغل هذا الشغل، متعود الزرع الجرثومي هو يعني مشابه أو نفس التفصيل لكل المرضى، وهو هذا خطأ شائع جدا المفروض تنتبهوا لهذا الشيء. طيب مثل ما حكينا the midstream urine symptomatic patient or urine in the bladder بيكون أقل من 10 ساعات، فممكن نعتبره مهم إذا كان أكثر من 10 أس 3 قد يكون في عندي إنتان. لكن الميد سامبل يعني ستيم يورين إذا كان أكثر من 4 ساعات وقوة 10 أس 5 فغالبا تشخيص أكيد وجود الإنتان البولي، أقل من 10 أس 5 ممكن يكون إنتان بولي مع وجود أعراض واضحة. عند المرضى الذكور وعينت جمع العينة عن طريق القسطرة 10 أس 3 ممكن يكون مشخص، عند الإناث عن طريق القسطرة 10 أس 4 دائما نحن عند الإناث في عينة عن عبء معين لوجود جراثيم قد تكون لا عرضية. طبعا الأسيمتوماتيك بكتيريوريا اللي كنا بنحكي عنها شوي هي 10 أس 5 وجود بلا جرثومية لا عرضية، وخاصة عند الحوامل أو عند المرضى المسنين فلازم نأخذ بعين الاعتبار وبدون وجود أعراض. أي نمو جرثومي من عينة فوق العانة فهو إنتان، تمام؟ Any growth of suprapubic bank short sample فهو إنتان. فلذلك نحن لما نسأل السؤال إذا أنا أعطيتك عينة فوق العانة وعندي نمو جرثومي أي نمو هو إنتان. الستاندر اللي محطوط في الصندوق الأحمر عينة منتصف التبول لبول موجود في المثانة أكثر من 4 ساعات وقوة 10 أس 5 فهو مشخص، وحال أي حالات أكثر من 10 أس 5 بغض النظر بوجود أعراض أو غير وجود أعراض هو تعتبر بلا جرثومية عرضية ولا عرضية حسب وجود الأعراض. طبعا اللي قبل شوي سبقنا عليكم بالسؤال نحكي على asymptomatic bacteria microbiological diagnosis، عندي positive urine culture repeatedly 10 أس 5 بالمليلتر بغياب العلامات لإنتان بولي، يعني عندي بيلة قيحية ما يمأثر شيء. طبعا لازم نستقصي عنه ونعالجه، وخاصة عند الحوامل، عند الحوامل لازم نستقصي عنها وتتراوح نسبتها من 1 إلى 5% من مرضى الحوامل لازم تعالج لأنه تكون سبب رئيسي للإجهاض أو الولادة المبكرة.
مسببات الانتان السبيل البولي الإشريشيا كولاي هو أشعة جرثوم يسبب انتان الجهاز البولي 80% من مكتسب من المجتمع و 50% ممكن يكون من المشفى. الأشياء الأخرى أو الجراثيم الأخرى الانتروكوكاي المكورات المعوية أو الستافيلوكوكس سبيردوفيكيوس أو الكبسيلا البسيدوموناس والبروتوس هن نادرين، لكن إذا أصيب المريض ببسيدوموناس أو بروتوس فالإنذار سيء وبتكون حالة الفوعة شديدة وممكن تكون مهددة للمريض أو تخرب الجهاز البولي. طبعا هون نسبة الجراثيم المسببة لانتان الجهاز البولي مثل ما حكينا الإيكولاي تتصدر ممكن تصل ل 60-80%، الكليبسيلا والبروتوس بتكون نسبة أقل وبقية الجراثيم النسبة أقل. طبعا هون عندنا الفلو شارت أو الالجوريثم فور ايفالويتنج بيشنت وذ يو تي اي، كثير مهم جدا نحن نتبع إذا اتبعنا خطوات معينة لتصنيف المرضى وعلاج المرضى بيخفف علينا الاستخدام العشوائي للصادات والتشخيص الناقص أو الزائد لحالات الانتان السبيل البولي. راح نبلش بأول واحد. طبعا مثل ما حكينا التظاهر السريري هو عندي مريض بأعراض بولية حادة من ديسيوريا عسر التبول الفريكوينسي والارجنسي. تمام، هاي الأعراض الأساسية اللي بيراجع فيها مريض الانتان البولي أعراض تخريشية. فإحنا في عنا نبدأ بصفات المرضى. إذا كان عندي أنا مريضة صحتها جيدة وغير حامل والقصة السريرية واضحة ما في عندها شيء آخر، فنعتبر هذا الشيء الأعراض هاي التخريشية هي uncomplicated cystitis وما في داعي لزرع الجرثومي وممكن نعالجها يعني حتى على التليفون لو عالجناها لا مشكلة. يعني هذا يعني خاصة بعد موسم الكورونا صار في عنا أحيان نعتبر الاستشارات الطبية عبر الهاتف وممكن نعطي بعض المعالجة. بالنسبة للنساء اللي قصتهم غير واضحة وفي عندهم خطر للإصابة بالسكشوال ترانسميتد ديزيز دائما نعتبر الـ uncomplicated cystitis or sexual transmitted disease، فلازم يعملوا ديبستيك يعني تحليل البول وزرع الجرثومي وتقييم للإصابة بالسكشوال ترانسميت ديزيز وفحص للحوض لنفي الإصابات الملحقات بالإنتان المرتبط بالجنس أو المتعلق بالجنس أو المنتقل بالجنس. كثير مهم طبعا هذه الأمراض يعني متعلقة المنتقل بالجنس متعلقة عند المتزوجين. يعني طبعا ببلاد برا ممكن تكون عندها اولاد وغير متزوجه، يعني في طبعا يعني هي الافكار الشاذه او ممكن تقروها بالمراجع، فامر عادي جدا تلاقوا مثلا مريضه او مريض عنده اولاد وغير متزوج فهو طبعا مارس الجنس خارج نطاق الزوجيه او الشرعيه. يعني فالامر هذا بس المصطلح مش هتكونوا يعني او تحضروا حالكم لما تقروا بالمراجع يكون في بالكم. بالنسبة للذكور في عندي أنا إذا عندي أي ألم بالحوض أو بالعجان أو ألم بروستاتي فلازم دائما أعتبر بالدرجة الأولى وجود الأكيوت بروستاتيتس التهاب البروستات الحاد وأعمل تحليل بول مع زرع جرثومي وأعمل تقييم بولي لمعالجة سبب حدوث التهاب البروستات. يعني لا يحدث التهاب البروستات إلا وجود تشوه أو وجود خلل معين في الطريق البولي أو إصابة المريض بأيضا أحد أنواع الـ sexual transmitted disease يعني أعراض الإنتان بالأمراض المنتقلة عن طريق الجنس.
ادخال قساطر اندويلينج يورينري كاثتر. اذا المريض انا عندي مركب اي نوع من القساطر، طبعا القساطر ممكن تشوفوه عيانيا، قسطره يعني العيانيه او الخارجيه او القسطره الفولي البوليه، او قساطر حتى داخليه كلها نفس الشيء. فهون نعتبر ال بنسميه المرضى يعني مصابين بالتهاب بولي ولديهم قساطر بوليه كاستر يعني. طبعا لازم نبدل القسطره، والافضل نزيل القسطره، قسطره اذا كانت فولي ولا قسطره داخليه دبل جي او نيفروستومي. لازم نحن نتخلص من القسطره كجسم غريب اذا بنقدر، اذا ما بنقدر نتخلص منها فيفضل التبديل. بنعمل تحليل بول مع زرع جرثومي، ويفضل نجري زرع جرثومي للدم اذا كان موجود مترافق الانتان مع حراره، لانه غالبا بيكون صار عند المريض نوع من السبتسيميا او اليوروسيبسيس بنسميه. هلا بالنسبه لغير هود المرضى، بقيه المرضى لازم انا اعتبر اذا في عندي انتان سبيل بولي مختلط، ولازم اعمل تحليل بول مع زرع جرثومي، ولازم احدد الموجودات التشريحيه أو الوظيفية المضطربة عند المريض وأعالجها. لأنه إذا ما عالجت السبب أكون أعالج أنا مجرد عرض هو الإنتان البولي، بيكون خافي وراء سبب كبير كتشوه تشريحي مثل تضيق أو اضطراب تبول أو وجود حصيات أو جسم غريب داخل السبيل البولي. واضح الجدول؟ واضح جدا يا دكتور. يعني واضح، انا قصدي فهم يعني غير انه واضح على الصوره. في حد عنده سؤال لهون؟ طيب راح نكفي بالبقيه الجدول المتابعه في الصفحه الثانيه، قد يجيب عن بعض الاسئله اللي اذا ما كان اجاب عليها في اول الجزء الاول منه. عندي بدء حاد لألم ظهر مع أعراض غثيان وأقياء وحرارة واحتمال أعراض التهاب البثاني الحاد. فمثل ما حكينا إذا كانت المريضة غير حامل، مريضة أنثى صحيحة غير حامل، كمان نعتبر uncomplicated pyelonephritis. بنعمل زرع جرثومي و consider outpatient management. عندنا التهاب كلي وحويضة غير مختلط، فلازم نعمل زرع جرثومي ونعالجها كحال إذا الحالة العامة جيدة كمريضة خارجية. بقية المرضى وجود الأعراض الحادة من ألم أسفل الظهر مع غثيان أقياء وحرارة وأعراض التهاب مثاني حاد، لازم نعتبره أنه عندهم بايلونيفرايتس ونعمل زرع بول وزرع دم إذا توفر وعلاج السبب الموجود. أعراض غير وظيفية جهازية غير موضعة كالحرارة وتغير حالة الوعي الدماغي وحالة ارتفاع كريات البيض، بيكون المريض عنده أعراض جهازية لإنتان جهازي بس غامض بالسبب أو مجهول السبب. يعني هون أعراض جهازية فقط، ما عندي أنا أعراض بولية واضحة. فلازم دائما وحتى خاصة عند الأطفال أعتبر أنه عندي أحد الأسباب الرئيسية لحالة ارتفاع الحرارة وتغير الحالة العقلية وارتفاع كريات البيض وجود الإنتان البولي، لازم دائما أحطه في الحسبان وأعتبر أنه في عندي complicated UTI أو بايلونيفرايتس. ولازم دائما أفتش عن السبب وأعمل زرع بول وزرع جرثومي للدم أيضا. فالسبب رئيسي لحالات الإنتان أو الحرارة مجهولة السبب عند الأطفال أو عند الكبار، وجود الإنتان البولي دائما حطوها في الحسبان. هاي أظن بالأطفال يمكن دكتور درسكم إياها، درستوا أطفال مو هيك؟ أخذتوا أطفال سنة رابعة؟ أي عم ناخذ حكيم. هلا ما ببين غير الزرع، يعني إنه بالفحص البول والرأس بدون ما نزرع بول. أنتوا خلصتوا الأطفال ولا لسه في تاخذوا أطفال؟ عم ناخذ أطفال واحد. هلا أطفال واحد بنص المحاضرة. إحنا كنا ناخذ بالسنة الرابعة، أنتوا بتاخذوه بالسنة الخامسة؟ أي حكيم. يعني هي شيء اساسي طبعا احنا بالنسبه للاطفال، موضوع
يعني كونه غالب الطفل بيقول لك انه سبب رئيسي للانتانات، يعني انتان جهاز البولي احد الاسباب الرئيسيه اضافه الانتانات الصدريه او الانتانات العصبيه، فلازم يؤخذ بعين الاعتبار. عندي زرع جرثومي ايجابي في مع غياب الاعراض البوليه، و في عندي اعراض فقط جهازيه عامه قد تكون مرتبطه في الجهاز البولي. اذا عندي زرع جرثومي ايجابي تمام بغياب اعراض البوليه مع اعراض عامه جهازيه قد تكون لها ارتباط بالجهاز البولي، فهون عندي اذا المريض كانت المريضه كانت حامل او مريض عنده نقل او زرع كليه تمام زرع اعضاء لازم يروح على تقييم غازي قليلا، تقييم بولي يعني اكثر غزوا، لازم نعتبر تقييم الدم كامل، وفي عنده اسيمبتوماتيك بكتيريوريا اللي عم نحكي عنها قبل شوي، ولازم نعمل له المسح هود المرضى، ولازم نعالجهم بشكل صحيح، والا ممكن المريضه تفقد الحمل او المريض العامل زرع كليه يفقد الكليه المزروعه. بالنسبه لبقيه المرضى غير مرضى الحامل ومرضى زرع الكليه، فممكن نعتبر انه وجود الزرع الجرثومي الايجابي هو حاله اسيمبتوماتيك بكتيريا وما في داعي لاي معالجه اضافيه زياده. يعني المرضى اللي ما هن حوامل او عاملين زرع كليه وما عندهم اعراض عندهم زرع ايجابي لكن دون اعراض، فممكن ما ادخلهم في موضوع العلاج اذا ما كان في شيء سبب مقنع للعلاج. المرضى اللي عندهم قسطره بوليه والبيل الجرثومي العرضي المرتبطه بالقسطره البوليه ما في داعي لاي اجراء. الشيء المفضل والعلاج الاساسي المفضل هو ريموف انسيسري كاثيتر، إزالة القساطر غير الضرورية. طبعا يعني كتير طبعا حضروا درس القسطرة هو درس أساسي، لأنه معظم المشاكل هي اللي بتجي في الجهاز البولي بتجي من القساطر البولية، يا استخدام خاطئ أو عدم استخدام القسطرة في الوقت المناسب يعني. فكتير مهم جدا نحن بوجود زرع جرثومي وغياب الأعراض الأعراض البولية، فممكن فقط نحن نعالج المرضى الحوامل او مرضى زرع الكليه او مضعفي المناعه، اما بقيه المرضى فممكن ما يحتاجوا علاج، بس مراقبه في حال صار اي مضاعفات ممكن نتداخل. طبعا حاله عامه جيده وما المريض ما بيشكي من شيء ابدا، بتقييم عام انت عملت له زرع وطلع عنده زرع جرثومي ايجابي. فالسبب الرئيسي مرضى حوامل، مرضى زرع، مرضى مضاعفي المناعة بنعالج غير هود، لا يفضل المعالجة. إذا كان مريض مقصر يفضل إزالة القسطرة. وطبعا التفتيش عن السبب إذا نحن استطعنا نحدد سبب وجود البيلة الجرثومية العرضية يفضل علاج السبب. بنجي للحميات الدوائية أو الحميات الصادات، يعني طبعا طيف واسع جدا يبدا من جرعه وحيده عدم علاج او جرعه وحيده او جرعات طويله او جرعه وقائيه لمده اشهر وسنوات. الوقايه prevention of UTI طبعا الريكرنت الانتان البولي الناكس هو اكثر من 3 هجمات خلال السنه او اكثر من هجمتين خلال اخر 6 اشهر تمام، يا اما اكثر من 3 مرات في السنه او اكثر من مرتين خلال اخر 6 اشهر يعتبر انتان بولي ناكس. هذا التعريف تبعه. طبعا كنصائح هو تجنب قاتلات النطاف او حاله الحجاب اللي يستخدم لمنع الحمل، هي يعتبر جسم اجنبي غريب يوضع في الجسم يساهم في تشكل المستعمرات الجرثومية التي تستعمر المهبل ومنها تغزو إلى الأحليل فالمثانة فالجهاز البولي العلوي. دائما منشجع على أن يكون تبول بشكل كامل وبشكل متكرر. بعض المرضى أو بعض الناس كثير من الناس وخاصة الطلاب أو الموظفين
في أماكن عمل عدم أو الدراسة عدم وجود حمامات مناسبة، فغالبا يلجؤون إلى تأخير التبول مما يتسبب بالإنتان البولي. immediate voiding after sexual contact، طبعا هاي النصائح بالنسبة للمتزوجين، يفضل دائما نحن التبول بعد الجماع لشطف الجراثيم التي قد تنتقل عن طريق الجنس. طبعا good hydration، نحن يعني النصيحة الأساسية هو التيار الجاري لا يسبب إنتان، بينما التيار الراكد يسبب إنتان، مثل النبعة أو النهر الجاري والمستنقع. فرق شاسع بين المستنقع والنهر الجاري، النهر الجاري لا يكون نظيف ومياه عذبة، بينما المستنقع تكثر فيه الجراثيم والحشرات. فنفس الأمر ينطبق على التيار البولي، كل ما كان الإنسان أخذ سوائل بكمية جيدة وإماها جيدة، فيفرز الكريتين تفرز البول ويتبول، وعن طريق التيار البول أحد أسباب مقاومة المضيف لنمو الجراثيم هو شطف الجراثيم الميكانيكي. طبعا من أيضا من الأشياء الصحيحة هو low dose antibiotics prophylaxis، نعطي جرعة وحيدة من منخفضة من صادات وقائية. طبعا أشياء الصادات هي اللي نستخدمها في الجهاز البولي، هو النيتروفورانتوين والسولفا، أشعة دوائين نستخدمهم في الوقاية من نقص الالتهاب عند المرضى، ممكن يمتد العلاج فيهم لأشهر وربما سنوات، لا مشكلة بالجرعة الصغرى. طبعا الوقاية بالإنتان الجهاز البولي بالصادات الحيوية لازم نحن نعتبر البروفيلاكسيس أنتيبيوتيك should be considered when more than three infection per year or two in six months. مثل ما حكينا، إذا كان عندي أنا إنتان بولي ناكس أكثر من 3 مرات في السنة أو أكثر من مرتين في 6 شهور، لازم نطبق العلاج بالوقاية بالصادات الحيوية للإنتان، نحدث إنتان لازم يمتد لست أشهر، الوقاية تمتد لست أشهر. إذا الإنتان نكس بعد خلال الست أشهر، ممكن نمدد العلاج من ست أشهر ل 12 شهر، ممكن حتى لسنوات عند بعض المرضى، خاصة مرضى الريفلكس أو المريضة الحامل حتى تولد. واضحة فكرة الوقاية من الإنتان البولي؟ في حد عنده سؤال؟ واضحة، نحن راح نكمل. طبعا هون أنواع عديدة من الصادات وإجراءاتها، نحن بهمنا بس تصنيف الدوائي بحالة السيستايتس. أنا بيكون first choice عندي السولفا، بينما second choice هو السيفالوسبورين والنيتروفالانتوئين أو الكيلورون. عند الحوامل إن بيرجنانسي الكو أمكسيكلاف أو السيفالوسبورين جيل الأول أو الأمكسيسيلين ممكن يكون. طبعا نتجنب عند الحوامل السولفا أو الكيلورون، لكن لا مانع انه ناخده اذا كنا نحن في عندنا استطواب قوي وزرع جرثومي، يعني عدم وجود صدات اخرى في خلال الزرع الجرثومي. طبعا الحالات الصدات اللي حكينا قبل شوي عنها الفيرست تشويس للعلاج الوقائي هو السولفا او النيتروفرانتوئين، ممكن نستخدم مرحلة تانية الأوغمنتين. البايلونيفرايتس الفيرست تشويس للعلاج الأوغمنتين او الفلوروكينولون، والسكند تشويس الجنتامايسين او السيفروكسين. طبعا الانتان الابيديديموركايتس فيرست تشويس الفلوروكينولون، والاكيوت بروستايتس فيرست تشويس سولفا والسكند تشويس الفلوروكينولون. لكن تنتبهوا انتم للسيستايتس، كثير من الجرعات حاليا لالتهاب المثانه الحاد
تكون جرعة واحدة من بعض الصادات قد تكفي حبة سيبروفلوكساسين واحدة أو فوسفومايسين ظرف واحد 3 جرام بكفي لعلاج التهاب مثاني حاد بجرعة واحدة، بينما العلاج لالتهاب البروستات لازم يمتد على الأقل 4 أسابيع، وحالات التهاب الكلي والحويضة أو التهاب البربخ على الأقل أسبوعين لازم نأخذ بعين الاعتبار. طبعاً هاي كلية أو أحد هما حكينا يمكن عن تصنيف الإصابات. التهاب الكلية والحويضة في له أنواع أساسية، الأنواع الأساسية التهاب الكلية والحويضة، التهاب الكلية والحويضة الحاد والمزمن، والتهاب الكلية والحويضة النفاخي. النفاخي بسبب وجود الهواء داخل النسيج المفرغ أو داخل الكلية، وهي حالة إسعافية شديدة وغالبا يكون عند مرضى السكري وتطلب تداخل سريع، علاج واسع بالصادات وتصريف البول إما بطريق قسطرة داخلية أو نيفروستومي، وقد تتطلب استئصال الكلية لإنقاذ حياة المريض. حالة التهاب الكلية والحويضة الحبيبومي الأصفر مثل هاي الحالة اللي شايفينها حاليا بالصورة، شايفين في حصيات سادة وتحول النسيج الكلوي هاي حصيات اللي بتشوفوها هون، هاي حصيات هون، حصيات شايفين حصيات، هاي حصيات سادة للحالب هون، حصيات في كل الكؤيسات، لكن النسيج الأصفر اللي شايفينه هون ضمن النسيج الكلوي، هذا النسيج الأصفر هو تحول جزء من النسيج الكلوي إلى نسيج دهني، هذا الأصفر هو نسيج دهني نتيجة تنخر البرانشيم الكلوي وتحوله تخربه تحوله إلى نسيج دهني. فهي حالة طبعا تشتبه في الأورام، والتشخيص التفريقي صعب جدا بالطبق المحوري، يفضل بالتهاب الكلي والحويضة الحبيبومي الأصفر علاج الحالة العامة السيئة للمريض. وإذا ما استطعنا أن نتخلص من الالتهاب نحافظ على الكلية، يكون استئصال الكلية هو الحل الفعال للمريض، لأن تشخيص تفريقي صعب بإضافة وجود حصيات سادة وغالبا بتكون غير قابلة للجراحة مثل هذه الحصيات، حصيات متعددة منتشرة بكل الكؤيسات مع تخرب وظيفة الكلية، وحتى الجراحة بتكون صعبة لأن يكون في التصاق شديد نتيجة الالتهاب، التصاق شديد مع مجاورات الكلية وتكون صعبة الاستئصال. الخرجات الكلوية تتطلب تداخل فوري بتصريف القيح إلى خارج الجسم أو استئصال الكلية أيضا. هي معظم حالات الالتهاب، عدينا بشكل مستعجل على التهاب البروستات الحاد اللي بيكون عند المرضى الشباب في سن النشاط التناسلي، حالة عامة سيئة عسر التبول، فغالبا بيكون بمخيلتنا رقم واحد هو يا اما التهاب كلية وحويضة، اذا في اعراض بولية سفلية لازم نفكر في التهاب البروستات الحاد، بيكون مضاد الصواب للفحص المس الشرجي او لادخال قسطره اذا في احتباس بولي يفضل ادخال قسطره فوق العانه. طبعا التهاب الخصيه والبربخ، التهاب الخصيه والبربخ الحاد حاله تشخيص تفريقي عن انفتال خصيه، ولازم تدبر بشكل جيد او تتحول الى خراج ايضا يخرب الخصيه وتنتهي باستئصال الخصيه. لهون في حدا عنده سؤال؟ يا ريت إذا في حدا عنده سؤال، نحن الأحد إن شاء الله القادم راح نتابع الساعة 8 الصبح بمحاضرات الفيزيائية، يعني نحن أي تقصير في المحاضرات الفيزيائية عم نحاول نعوضها بمحاضرات أونلاين، بحيث تكون نمشي وفق البرنامج بحيث نغطي المنهاج بشكل كامل وسريع.
بسبب التأخر اللي صار في بدء العام الدراسي، لازم يعني المنهج يتغطى بشكل كامل. وإن شاء الله بالدروس الفيزيائية بيكون في تركيز أكثر على الحالات السريرية وعرض الحالات السريرية من أرض الواقع، من الأشياء اللي بنصادفها بشكل يومي، وتم النقاش والإجابة على أسئلتكم، وبنفس الوقت عرض السيناريوهات اللي ممكن يجي فيها المريض أو المرض، بإضافة نفس يعني اللي هي السيناريو نفسه بيكون هو موضوع سؤال امتحان نظري ولا امتحان مقابلة أثناء التخرج. فبالتوفيق إن شاء الله، إذا ما في أي سؤال نختم هون، إذا في حدا عنده سؤال ممكن يجاوب. الله يجزيك الخير دكتورنا، نعطيك ألف عافية يا رب. الله يسلمكم. الحضور المرة الماضية، الحضور السريري كان جيد، الحضور في الكلية، لكن الحضور السريري أشوفه كتير، يعني ما بعرف، أنا لحد الآن كذا طالب يعني طلب أنه يداوم في إدلب، ما شفت ولا طالب يعني يداوم في إدلب. أنا موجود بمشفى المحافظة يوم الجمعة وسبت، ممكن أتواجد، والأربعة ممكن أعطيكم سريري إذا وجدته بالصبح باكرا. إذا بيعطوا سريري بيكون الساعة مثلا 8 إلى 9 أو 10، ممكن أعطيكم يوم الأربعة يعني، فلازم تنسقوا بين بعضكم. نحن جاهزين، بس يوم الجمعة والسبت ما بيكون فرزنا على المشفى، نحن فرزنا 3 4 5، أما الأربعاء نحن بنكون موجودين بالمشفى، لا ما بصير محاضرات أبدا. الأربعة صباحا ممكن أنا أعطيكم، الأربعة الماضي الدكتور عبد الوهاب كان عظمية لازم يعطيكم. إيه أعطانا. تمام، فنحن متبادلين أنا والدكتور عبد الوهاب على نفس اليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم إذا في مواضيع محددة تريدوا نحكي عنها، أو نجيب حالة مريض، نشوف حالة مريض في الجناح. أنا كان عندي عمليات يوم السبت، للأسف ما شفت حدا السبت الماضي، كان كتير مهم بالنسبة لي تفحصوا مريض ورم كلية، كان ورم كلية مدسوسة يعني الورم. كان كتير بالنسبة لي كل الموجودين حضرتكم إنه تفحصوا هذا المريض، ولما يعني طبعا حالة ورم كلية للأسف متقدم يعني، وممكن شارككم يعني الأربعة ذكروني بشارككم في اسمه تقريبا التشريح المرضي، لأنه غازي كان لعضلة الوسواس، غازي للطحال، يعني راكب ركوب فوق الأبهر. يعني أنا بهمني بصراحة إنه لما يعني تفحصوا مريض، يعني إذا مريض عنده موجودات معينة تفحصوا بحيث إنه تكتسبوا المهارة اللي ممكن ما تكتسبوها يعني من مريض آخر. يعني في أنتم بتفحصوا 100 مريض ممكن تجسوا مرة واحدة الكلية يعني. فكتير أنا بيهمني لما يعني مثلا أنا يوم السبت بيكون عملياتي أو المرضى العمليات نايمين، ممكن مع المقيم تفتلوا عليهم، أو يوم الجمعة اللي موجود في منطقة إدلب إذا راد يحضر قبل الصلاة، فنحن عندنا عيادة من 9 لصلاة الجمعة يعني، فبيشوف فيه حالات متعددة من حالات الإنتان البولي البسيط لبول الفراش، لحالات المثانة العصبية، لحالات العقم، وحالات الأورام. كله هذا بيكون موجود في العيادة، يعني بيغطي معظم الأشياء الروتينية اللي بتواجهوها في الحياة. على كل حال نسقوا أنتم بين بعضكم، أنا موجود إن شاء الله، بس خبروني غالبا إن شاء الله 90% الأربع القادم، 90% إن شاء الله أنا راح أعطيكم، يا راح أعطيكم الصبح بكير أو الظهر من 12 للتنتين يعني إن شاء الله. تمام إن شاء الله، الله يعطيك ألف عافية يا رب. نعم، فيكون إذا في موضوع محدد يعني ممكن نحكي عنه، لأنه أنتوا أخذتوا القصة السريرية أظن، وأخذتوا مريض الحصات أو الكولانج كلوي، فممكن نحكي حتى عن مرضى الإنتان البولي أو آفات الصفان، يعني ممكن نختار موضوع ونحكي عنه التظاهرات السريرية وشلون بيراجع المريض. نلتقى إن شاء الله فيزيائيا يوم الأحد إن شاء الله، الأحد من 8 إلى 10 اللي موجود في مارع. السلام عليكم. تمام إن شاء الله. وعليكم السلام.